الو، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك شيخنا؟ شلون احوالك؟ الحمد لله. ابو العباس اتفضل. حياك الله شيخنا. دائما اسمعك تردد هذه الايه، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير امه اخرجت للناس تؤمنون بالله وتامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، مو اليس كذلك؟ مو صلاح تفضل. كنتم خير أمة أخرجت للناس. أنا بس أنا أرجو أن من جنابك أن توضح لي، هذه الأمة الخيرة، خير الأمم التي أخرجت للناس، هل هي الأمة التي قتلت عثمان وقتلت طلحة وقتلت الزبير وقتلت علي وقتلت الحسين سبط رسول الله وسبت نساءه أخذه أسرى وسبايا إلى الشام، هل هذه هي الأمة المقصودة في هذه نعم الآية؟ نعم، هي دي الأمة المقصودة. الأمة المقصودة هي؟ بتاعت، بص، الأمة المقصودة بتاعت اللطم وبتاعت النسوان اللي هي ابتدت هاي؟ فرق. اسمعني بقى، أنت مش تقول لي هي دي الأمة المقصودة؟ اسمعني بقى، الأمة المقصودة هي اللي بتمتع النسوان، الأمة المقصودة اللي هي بتلطم وبتطبل نعم وبتنوح وبتزحف وبتقول يا حسين ويا نعم علي ويا فاطمة وهدم الدين الإسلام وتقول بالتحريف نعم وبتشرك بالله، هي دي الأمة؟ قول لي لأ. هاي أمة مشركة، هي هذه دي أمة الأمة؟ مشركة سؤال، ليست هي أمة. دي الأمة؟ لا، هذه أمة خلاص، مشركة يبقى التي معلش تدخل واحدة يا واحدة. فاطمة يبقى ويا أنت علي حضرتك ويا اسمعني حسن، بس، هذه اسمعني أمة يا حضرتك، مشركة. اسمعني النهاية. يبقى حضرتك أنت بتعترض على الأمة تفضل. التي ذكرت في القرآن وبتقول إن ديش أمة، يبقى القرآن كذب علينا، يبقى ما فيش أمة أساساً. أنا لا، هذا مفهوم، أريد المصداق لهذه الأمة، هل هي الأمة ايوه التي حضرتك، قتلت حضرتك عثمان بص يا وقتلت استاذ، طلحة يا وقتلت استاذ، الزبير لما نروح، وقتلت علي لما بن نروح أبي لعلي بن طالب ابي وقتلت طالب رضي الحسين؟ الله عنه وارضاه، المصداق لا مش المصداق هيسمع لهذه الأمة خلاص، من؟ ابو العباس مش هيسمع. دخل منظومة عدم السمع، شغل الاوبشن بتاع عدم السمع. العفو أستاذي، أعد أعد من فضلك. اذا كانت الامة دي مش عاجباك، تمام؟ نعم وإذا كانت الأمة نعم الشيعية ليست بالأمة، يبقى ما فيش أمة، ده منطقي. لكن لما نروح لعلي بن أبي أنا طالب أسأل عندما لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يبقى لما تفضل. نروح علي بن أبي طالب، تمام؟ نروح لعلي بن أبي طالب ونلاقيه زكى الأمة ديت، حتى كمان مع القتال زكاها. لا، يبقى هنا الوضع يختلف، يبقى نسمع كلام علي بن أبي طالب وأنا أسمع كلامك أنت أبو العباس. انتوا بتاخدوا الناس بالعاطفة، بتاخدوا الناس بالعاطفة. عندما سئل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه عن الخوارج، اهم كفار؟ قال من الكفر فروا. شوف بيتكلم في الخوارج ازاي، فما بالك بقى بالمسلمين اللي هم مسلمين. فالله المستعان. فناخد كلام علي بن ابي طالب ولا ناخد كلامك انت؟ انتوا بتمسكوا بالعاطفة. وبعدين ما معنى الامة؟ ما معنى الأمة؟ الأمة هي الأكثرية، الأكثرية التي اسمح تأمر لي بالمعروف أجاوب. وتنهى عن المنكر. حصل بقى شوية خلافات، ده ما يطعنش في الأكثرية، ولا مش مظبوط؟ شوية وبعدين الأمة دي ممتدة منذ نزول الآية إلى يوم القيامة، يعني الخير في الأمة ما داموا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. فما تشغلوش أجاوب. شغل العاطفة، ما تحاولوش تستفزوا عواطف الناس بكلمات رنانة والناس تتبعكم في الكلمات ديت، وتنسى ان احنا فعلا أمة الخير حتى لو اعتراها بعض الشر فهي أمة الخير. أجاوب. عايزين نوصل للخير يبقى لازم نأمر بالمعروف أجاوبك. وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. يعني ومعنى الآية ما زلتم على خير ما دمتم آمنتم بالله وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. تفضل أبو العباس. تسمح لي أجاوب؟ تفضل. يعني في نظر حضرتك أو في نظر أهل السنة، الأمة التي رفعت رأس الحسين على الرماح يا عم، وقطعوا هي دي رأس ابن أمة؟ بنت رسول الله، هي دي أمة؟ سؤال، هي دي هاي أمة؟ في نظرك
في نظركم هاي شوية خلافات يعني؟ يا عم أنا ما بحبش العواطف، رد على الكلام اللي أنا قلته يا أخي. دع العواطف تحدث تحت الحذاء، لعنة الله على العواطف. خلاص الأمة التي ذبحت الحسين ورفعت رأسه. هو دلوقتي يا أخواننا بقول لعنة الله على العواطف، هخليه يستعمل العواطف دلوقتي، هخليه يستعمل العواطف دلوقتي. الأمة التي قتلت الحسين والله العظيم خليك مستعمل العواطف نفسها. مسبية. اسمعني بس، هذه اسمعني. اسمعني اسمعني شوية والله لا خليك مستعمل العواطف نفسها. اسمعني بس، اسمعني 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 اسمعني. تفضل أخي، تفضل حبيب قلبي. أنت بتقول لعنة الله على العواطف والعواطف تحت حذائي، صح؟ في هذه الحالة هاي الرقابة. يا عم ما تقولش في هذه الحالة ومش في هذه الحالة، ما ترجع في كلامك تاني، ما ترجع في كلامك تاني. بس ما أرجع، ما أرجع في كلامك تاني. هاي واحد قطع الثاني، هذه واحدة شوية واحدة خلافات. واحدة 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 كارثة، هاي كارثة. واحدة 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 جريمة. واحدة 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 بس واحدة واحدة. تفضل أخي. الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ما هي مقومات الجهاد حتى أحارب من أمامي؟ إيه هي مقومات الجهاد؟ مقومات الجهاد؟ أي جهاد؟ ما جاهد الحسين؟ لم يجاهد الحسين. الحسين أتى له فاسق، قال له بايعني، قال له مثلي لا يبايع مثلي. معلش يبقى، معلش حضرتك الحسين، معلش يبقى الحسين رضي الله عنه وأرضاه استعمل العواطف. أنا لن أبايع شخص مثلك، مثلي لا يبايع مثلك. واحدة 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 واحدة. أنت فاسق. واحدة واحدة. تفضل. واحدة واحدة واحدة. يبقى الحسين راح يصطدهم بالعواطف، والحاجات دي لا تؤخذ بالعواطف، هذه لا الأشياء لا، لا تسترضى بالعواطف، صح ولا صح؟ نعم نعم صحيح. يبقى الحسين لما راح لهم، راح لهم بالعواطف اللي انت لسه كافر بيها دلوقتي، صح؟ انا اقول هذه جريمه. اي لا لا لا، انت رحت انت رحت انت رحت للمجرم. لا احنا لسه بنتكلم في الحسين رضي الله عنه وارضاه. المجرم ده قصته خلاص، قصته منتهيه، قصته منتهيه. لكن انت بتتكلم على عواطف الحسين اللي راح لهم بالعواطف. من الذي قتل على يد جيش يزيد قبل ما يقتل الحسين؟ من الذي قال للحسين يرجع وما رجعش؟ مسلم بن عقيل. قال للحسين ايه؟ قال دز له رسالة، قال القوم غدروا بي وكذا، ويعني هذا الموضوع. ايوه يعني غدروا بمسلم بن عقيل وقال له ارجع. ليه راح بقى الحسين؟ راح بالعواطف اللي انت لسه كافر بيها، صح؟ ها عواطف اخي، ها راح بايه؟ أي عواطف؟ دين، دين محمد سوف يمحق لو لم يقتل الحسين. واحدة واحدة يزيد. اسمعني بس، استنى استنى استنى. نعم اسمعني بس، اسمعني. شعارات الرنانة برضه. الحسين قتل وبقي دين محمد صلى الله عليه وسلم، ايه اللي اتغير؟ معلش واحدة، ايه اللي اتغير قبل قتل الحسين وبعد قتل الحسين؟ ايه اللي اتغير؟ الأمور، الأمور، الأمور بعد وفاة معاوية بدأت تسير. أنا ما كلمتك عن معاوية دلوقتي، أنا ما كلمتك عن معاوية. ساب يزيد بدأت دلوقتي ودخل في معاوية. معاوية لازم يلف ويدور، الشيعي لازم يلف ويدور. لا، لا أنا بكلمك عن الحسين ويزيد. اللي كان متغير أبين لك لماذا. بص يا أبو العباس، حقفل عليك. لماذا كان الحسين والله ثابتا في عهد معاوية عليك وخرج في عهد يزيد؟ حارف العليم انور اذا اوضح لك. لا لا، واحده 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 واحده. انت حضرتك بتتكلم لولا قتل الحسين لهدم دين محمد. ايه هو اللي كان متغير في الدين وبقتل الحسين رجع للدين تاني؟ اول تغير في دين محمد ان الخلافه كانت شورى بين المسلمين. جاء معاويه وخلف ولده الفاسق. واحده 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 واحده. جار واحد الخمر لاعب الفهود والقرود يريد ان يسلطه على رقاب المسلمين. واحده 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 واحده. ما تصرخش، ما تصرخش، وما تحاولش تسرع وتدخل في مواضيع ثانيه. انت بتقول الشورى، اسمعني بس، انت بتقول الخلافه، الخلافه كانت شورى وهو عملها ارث، تمام؟ طب ما حضرتك بعد يعني قبل موت الحسين او قتل الحسين رضي الله عنه وارضاه بابي هو وامي كانت ارث، وبرضه بعد مقتل الحسين بات إرث. ها
ايه بقى اللي في الدين تاني؟ انا عايز في الدين. يعني الحسين لما خرج، خرج عشان ايه مثلا؟ يعني ايه في الدين كان متغير قبل خروج الحسين وتعدل بعد خروج الحسين او بعد مقتل الحسين رضي الله عنه وارضاه؟ ها ها ابو العباس استاذ، انت ليش ما تسمح لي اكمل فكرتي وبعدين لا يعني قلت لك معاويه تركب المعاويه الامور من كان الحسين في عهد معاويه انت بتخش فكره ثانيه دايما عندما كان الحسين يعيش في زمن معاويه مقتل الحسين لضاع دين محمد. فانا نفسي اعرف، نفسي اعرف ايه هي الاحكام نعم. التي ضيعت قبل الحسين وبعد مقتل الحسين رجعت للدين تاني. يعني مثلا اخي العزيز يعني مثلا ما كانش في صلاه منصب وبعد مقتل الحسين بعد وفاه رسول الله ما كانش في صوم، وبعد مقتل الحسين اصبح في صوم، ما كانش الناس بتحج، ولما قتل حسين الناس راحت حجت. يعني كان مثلا يزيد مانع الزكاه وبعد مقتل الحسين الزكاه تاني فرضت تاني. يعني ايه هو اللي حصل شخصيه؟ انا اقول لك شنو اللي حصل. اللي حصل انه هذا المنصب منصب خلافه رسول الله، خلافه المسلمين، اتى اليه شخص ليس باهل له، شخص يشرب الخمر وفاسق. يا عم شخص يشرب الخمر، شخص يشرب مش عارف ايه، يشرب جاز حتى. هذا مو محله يا عم، انت بتتكلم في شخص، انت كنت شويه بتتكلم عن دين كامل، ان لولا مقتل الحسين لكان الدين ما يصير الدين هذا راح. يجي انت بتتكلم يزيد. دلوقتي حول يصير يجي يصير خليفه دي محمد هو خارج عشان الراجل ده بيشرب خمر. يزيد لا يصلح ان يكون خليفه حلو لرسول الله. ماشي هذا شارب ماشي الخمر. ماشي واحده 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 لا يصلح. يبقى يا اخواننا خلينا ماشيين معاه، خلينا ماشيين مع الكذاب لحد باب الدار، خلينا ماشيين مع الكذاب لحد باب الدار. يبقى إذن الحسين خرج على يزيد لأنه رجل سكير صح؟ مو سكير، لا لأنه سكير ويجي يريد يقعد بمكان جده. طيب معلش يعني. هو أنت مش أنتوا بتقولوا على معاوية أنه سكير أيضا؟ لماذا لم يخرج على معاوية؟ معاوية سكير؟ مش أنتوا بتقولوا أنه سكير وكان يشرب الخمر؟ بس بالسر آه بس مو بالعلن السر. هذا سواها بالعلن يزيد. روح يا ابني روح 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 ابو العباس روح اي محشي في اي حل.